لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا فندم، كل سنة وحضرتك طيبين. وحضرتك طيب، أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في هذا الصباح. شكرينا. حضرتك ممكن تحدثنا أكثر عن النقلة النوعية اللي يحدثها الحوض العائم فخر القناة في موانئ الهيئة؟ هو طبعا ده أحدث حوض موجود تقريبا في العالم كله، لسه واصل من تبتان كوريا الجنوبية. أخذنا في عملية التصنيع بعد حوالي سنتين معهم، مع كوريا الجنوبية، يعني هي نحب النوع مصادر التعاون مع كل دول العالم إن عشان ناخد من كل دولة أفضل حاجة بتعملها. يعني خدنا كراكات مثلا من هولندا، أفضل ناس بيعملوا كراكات في السايت دي، ناخد الحوض من كوريا الجنوبية، بنعمل سفينة مساعدة إنقاذ وغطس مع اليابان، مع جايكا. يعني احنا بننوع مصادر الصناعه بحيث دايما نحصل على افضل حاجه علشان تبقى نزيد من القدرات لقناه السويس. دي دايما توجيه من سياده الرئيس. قناه السويس قناه عالميه، مش قناه مصريه بس، لا، بتقدم خدمه للعالم كله، فلازم تكون واجهه للعالم كله باحدث المعدات والاسطول البحري وتطوير المجرى الملاحي. كل دي توجيهات حقيقه مستديمه من سياده الرئيس بمتابعته اليوميه لينا. عملنا ايه؟ جبنا ايه؟ فينا نعمل كذا. يعني مثلا احنا كنا بنتفق على، كنت بقول لسيادته عايز اعمل اربع قطارات مثلا كبار 90 طن مع القطاع الخاص. دايما كان بيوجه سيادته برضه ان احنا لازم نخش مع القطاع الخاص. فاتفقنا مع تبتان الجنوب البحر الاحمر ان احنا نعمل قطارات، فقلت له عايز اربع قطارات، قال لي خليهم 10. لازم القدرات اللي عندك تبقى ازيد من اللي انت محتاجه، دايما تبقى جاهز لاي موقف صعب. فعلا ده خلانا كمان نتشجع بقى ونقول له طب احنا عايزين قطارتين كمان كبار 190 طن نعملهم مع تبتان اسكندريه، صدق بسيادته بيهم عشان دول الانقاذ بقى مش لمصاحبة الكونفوي، طبعا سيادته بيهم ومشغلين فيه. وهنا اسمح لنا نسلط الضوء مع حضرتك على القدرات المصريه في التصنيع هنا، يعني بالنسبه للقطارات، ودي نقطه مهمه، عندنا ترسانات على اعلى مستوى، وايضا بتستطيع ان هو نعتمد على القطاع الخاص في هذا او في هذه الصناعه المهمه جدا. اذا سمحت يا ساده الفريق، يعني في نقطه مهمه برضو، ان احنا بنتحدث مع حضرتك عن الحوض العائم ده، اخذ زمن المرور في هيئه قناه او في قناه السويس نفسها قرابه ال 24 ساعه، ومع ذلك لم يؤثر على المرور او عبور قناه السويس بالنسبه للمراكب المختلفة. ازاي قدرتوا تعملوا هذه، يعني خطة المرور دي؟ طبعا احنا نظمنا حركة الملاح حيث يخش ما بين قافلتين، وقت ما بين القافلتين، وندخل قافلة في البحيرات المرة، وبعدين نعديه هو مباشرة، لان هو طبعا حجمه كبير، احنا بنتكلم عن 260 طن. هي عملية تنظيم للملاحة بحيث ما نعطلش، يعني كونفوي بالكامل كان شغال على طول، وكونفوي اتأخر شوية حوالي 3 4 ساعات لغايه لما يعبر الحوض، لان عبور الحاجات الكبيره زي الحوض وزي الحفارات دي بتاخد مجهود كبير جدا من كابتن عشان ننظم عمليه الملاحه عشان ما نعطلش الكوبوي. فدايما ندخله ما بين الفاصل ما بين القافلتين، وياخد فتره قبل وفتره بعد، ونوقف سفن بعض السفن لمده ساعتين ثلاثه عشان نكمل بقيه عبور الحوض. فدي نجحت الحمد لله، يمكن ما عطلناش السفن، وده احنا يعني احنا زي ما بنقول متعاقدين مع السفن ان احنا نخليها تعبر في 11 ساعه بعد قناه السويس الجديده. بعد ما كانت بتعبر في 22 ساعه وفرنا 50% من زمن العبور ب 11 ساعه. فاحنا دايما بنحافظ ان احنا ما ناخرش الكونفوي عن التوقيت بتاعه، وده كان مهم جدا ان احنا نخليه يعبر في هذا الوقت. يعني طيب سيادة الفريق، عايز استغل وجود حضرتك معنا في هذا الصباح واسالك عن اهم ما تتضمنه استراتيجيه هيئه قناه السويس لتنويع مصادر الدخل. والله من ضمن الاستراتيجيه للتنويع مصادر الدخل، اولا ان احنا الاول يبقى عندنا قدرات والامكانيات، ودي احنا شغالين فيها كويس دلوقتي، واصبحنا بنعمل يعني انت برضه هو الحوض ده كمان من تنوع مصادر الدخل. يعني لما يبقى فيه موجود حوض في الجنوب في ترسانه السويس بقدرات 55000 طن، وحوض في الشمال في المدخل الشمالي في ترسانه بورسعيد بقدرات 35000 طن، يبقى انت دلوقتي هتجتذب بعض السفن اللي عايزه عمليه الاصلاح، انها سواء كانت بتعبر قناه السويس او ما بتعبرش حتى قناه السويس، ممكن تيجي مخصوص عشان تعمل اللي بتشوف الخدمه اللي بتقدم ازاي هنا سواء في الشمال او في الجنوب. فانت تجذب بعض من السفن الزياده تدفع مقابل هذه الخدمه، غير انها تعبر عبور قناه السويس او ما تعبرش. فدي من ضمن مصادر الدخل. برضه عمليه تموين بالوقود، بقى دلوقتي بقى في خدمه تموين الوقود برضه في السويس وبرضه في بورسعيد بالتعاون مع وزاره البترول ووزاره النقل والهيئه الاقتصاديه، ده برضه مصادر دخل جديده. في خدمه نقل المخلفات الصلبه والسائله، دي برضه قبل ما يخش برضه موجوده برضه بورسعيد والسويس، قبل ما يخشوا قناه السويس برضه بتقدم خدمه. بتقدم خدمه اسعاف كمان للسفن اللي بتعبر قناه السويس، بقى في لانشات عندنا للاسعاف عشان لو حدث اي طارئ على سفينه ممكن ننقل المصاب، لان طبعا
بيعبروا في 11 ساعه ممكن تحصل اي حاجه، وحصلت حاجات كتير جدا. اكيد اللانش فعلا بيطلع ويجيب المصاب وعليه دكتور ويعالجه لغايه لما يوصل للبر وتقعد 4 ساعات تستنيه. يعني قصدي احنا بنقدم خدمات كتير، ده حقيقي. الحقيقه بحط انظار للعالم كله ان هو جاي مكان، طب المكان ده هيقدم لي خدمات ايه؟ طب انا لو احتجت خدمه كذا عليها ولا مش عليها؟ لازم دايما نخلص كل الخدمات اللي بيحتاجوها علشان نجذب عدد سفن اكتر من اللي بيقبر قناه. الحقيقه فعلا انجاز كبير حققته هيئه قناه السويس. بنشكرك شكرا جزيلا سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس.